أنهت المشاورات حول مراجعة تعديل الدستور أسبوعها الرابع بمشاركة منظمات أحزاب سياسية ومختصين في القانون قدموا اقتراحات لأحمد أويحيا وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية المكلف بهذه المشاورات الفصل بين السلطات هو المحور الأساسي الذي التقت فيه أغلب اقتراحات المشاركين فعدم تداخل صلاحيات السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية وضمان استقلالية أكثر للسلطة القضائية معيار أساسي لقياس درجة تكريس مبدأ دولة الحق والقانون وحول طبيعة النظام السياسي الأنسب رأى الأكثرية بأن النظام الشبه الرئاسي هو الأنجع من أجل خلق فعالية أكثر في دور مؤسسات الدولة منح مكانة لعدة مجالس في الدستور هو مسعى من شارك في المشاورات فهذه المجالس هي عبارة عن هيئات استشارية لها دور في تقديم تقارير وخطط عمل في مجالات معينه على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي اضافه الى مجالس اخرى تعنى بقضايا الشباب والقضاء حتى اللغه الامازيغيه لم تكن خارج اجنده المشاركين في الاسبوع الرابع لهذه المشاورات لما لها من مكانه مهمه في تركيبه الهويه الوطنيه